طبتم وطابت أوقاتكم، لا تجعلوا القلق والحزن عنوان يومكم واستمتعوا معنا بصباح العربية. يسعد صباحك عادل، صباح الخير لكل متابعي صباح العربية في كل مكان. نبدأ يوما جديدا وحلقة جديدة من صباح العربية، وكالعادة إلى العناوين. غدا الموعد الرسمي لعودة السياحة إلى أوروبا مع اعتماد الجواز المناعي، وموجتان تجتاحان العالم، التفاؤل ومتحور دلتا. دراسة أمريكية جديدة، معظم الأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاحات الحمض النووي mRNA قد لا يحتاجون إلى جرعات إضافية معززة. نناقش التفاصيل في حلقتنا اليوم. مقهى عمره 300 عام في القطيف قد تنتهي قصته بالتقادم وتوسعة الطرقات. إذا أعادوا لك المقاهي القديمة فمن يعيد الرفاق؟ سنتعرف سويا على قصة أقدم المقاهي في شرق السعودية. وضمن مواضيع صباح العربية اليوم نتابع: قيمة فيسبوك تتجاوز حاجز التريليون دولار للمرة الأولى، الوطن الأزرق بين أكبر 5 شركات في العالم. ألعاب خفة وخدع بصرية على صباح العربية في حلقة اليوم. لايتر، شوف ركز معي، ورقة بيضة بس سويها هيك بك. تمارين يوغا واسترخاء من حضن جبال عسير الخلابة، مراسلاتنا من هناك من قلب الطبيعة تتابع الوضع. راسلونا على هاشتاج البرنامج صباح اندرسكور العربية، وسألنا تفاعل حلقة اليوم: ما هو المعلم السياحي الذي تود زيارته للمرة الأولى؟ أهلا بكم. عبد الحليم حافظ كان يغني دق الشماسي إذانا بدخول موعد الصيف والبحر. موسم الصيف الآن بعد كورونا نعلن أنه حان وقت السفر بعد جفاء سنوات. على سبيل المثال، اعتبارا من الغد تبدأ دول الاتحاد الأوروبي باعتماد الجواز المناعي، مفتتحة رسميا هذا الموسم المنتظر الذي يحل في ظل استمرار جائحة كورونا.
لا بل في ظل ارتفاع الإصابات، ما دفع الكثير من الدول إلى فرض قيود وإجراءات على الراغبين بزيارتها، فيما خففت دول أخرى من تلك القيود لتشجيع السياحة بعد الإغلاق الذي دام أكثر من عام بسبب الجائحة. فما هي هذه الدول وما القيود المفروضة؟ سنبحث ذلك بعد قليل في صباح العربية. طبعا للمزيد حول الموضوع ينضم إلينا من دبي محمد الرئيس خبير السياحي، أهلا بك معنا صباح الخير. وحالة من التشوق والتفاؤل للسفر بداية هذا الموسم، موسم السياحة بعد يمكن أكثر من سنتين. خلينا نتكلم عن يعني بدء توضيح أو استمارة الشهادة الصحية في الاتحاد الأوروبي بشكل عام. سيطبق هذا الموضوع ابتداء من يوم غد. الوجهات بالنسبة لنا في الوطن العربي، كيف يمكن أن نتجه إلى الاتحاد الأوروبي وأيضا إلى الوجهات العربية؟ أول شيء صباح النور، شكرا على الاستضافة. طبعا مثل ما ذكرتي، الصيف هذا راح يكون إن شاء الله صيف حار، وفعلا في إقبال كبير من الناس أنها تسافر. الناس متعطشة بعد سنوات العجاف مثل ما يقولون يعني، والوجهات قامت تفتح وجهة تلو الأخرى. قبل يومين أعلنوا النمسا بتفتح 1/7، إسبانيا فتحت، إيطاليا فتحت، فرنسا، ألمانيا، في أوروبا اليونان، دول شرق أوروبا. فالدول يعني قامت تفتح بشروط وإجراءات مختلفة، كل دولة يعني تختلف على حسب معاييرها لإجراءات السلامة. طيب اليوم احنا نتكلم عن الجواز المناعي، هذا في أوروبا هو خاص بالأوروبيين وليس خاص فينا، صحيح؟ نعم، يعني هو بتفتح فيما بينهم، لأنه أنا قبل شهر أو أكثر بشوي كنت موجود في إيطاليا، لا تستطيع الدخول إلى ألمانيا طالما أنت ليس لديك. قبل شوف، أول شيء، أول قاعدة في زمن كورونا، كل يوم القوانين تتغير، كل خميس أعتقد عندهم اجتماع الاتحاد بشكل عام. يعني أنا أتكلم على الكوفيد، مو مش على الاتحاد الأوروبي. طيب، هم يعني بشكل عام القوانين اللي قلت لك إياها أمس ممكن بكرة شيء يتغير. لكن حتى الاتحاد الأوروبي الجواز هذا راح يطبق على الكل، يعني مش إنه فقط بيكون في يعني شو المطلوب من عندنا إحنا حتى نروح إلى أوروبا؟ نفسها الشنغن وبي سي آر ولا لازم تكون محصنة؟ كل دولة تختلف. أنا بعطيك مثال الحين، سويسرا، فلنفترض سويسرا فقط طالبة له التحصين من يا معترف من هيئة الدواء الأوروبية أو منظمة الصحة العالمية، بس ما يحتاج حتى بي سي آر من الإمارات، من السعودية، من هذه الدول. لكن مثلا تروح لي على ألمانيا أو فرنسا، لا، بس تطعيم في هيئة الدواء الأوروبية، يعني منظمة الصحة العالمية، أي تطعيم هم صرحوا به مش معترف. هم ماشيين على هيئة الدواء اللي هي 4 لقاحات، اللي هي الفايزر ومودرنا، استرازينكا وجونسون جونسون. فأنت حتى تشوف إيطاليا بعد غير عنهم، غير عن سويسرا وغير عن فرنسا. صحيح. اللي هي بس فقط أنت محتاج كوفيد تيست قبل السفر، ولما توصل اللي هو انتنجنت تيست، اللي هو التيست السريع بيكون، وبعدين كذا. يعني خليني أسألك عن لندن، يمكن هي من أهم الوجهات اللي الناس بتحب تروحها في الوطن العربي. ماذا عنها؟ هل يسمح بالدخول البي سي آر أم لقاحات؟ لا، للأسف الدول الخليجية يا في القائمة الحمراء أو القائمة الأمبر، اللي هي يعني أنها حجر مؤسسي أو حجر منزلي، ما التفتوا للقاح لهذه الفترة أبدا. يعني أنت ملقح ولا يعني ماخذ اللقاح ولا غير ماخذ اللقاح، نفس الطريقة تأخذ البي سي آر تيست وتروح. إذا كنت من الدول الحمراء، حجر مؤسسي، حجر مؤسسي 10 أيام على تكلفتك، وتعمل فحص في اليوم التاسع، وإذا نيجاتيف تطلع.
وبعض الدول الخليجية اللي هي تعزل نفسك في السلف ايسوليشن يعني في المنزل يعني. طيب هل ايضا يعني في بعض اذا حبيت انزل ترانزيت في دولة ما وبالتالي اروح هل هذا مسموح انه لانه في بعض الدول ما تطيرك من مطارها الا باعتبارات واشتراطات الدولة اللي انت رايح لها؟ شوف ترى هذا كله مثل ما قلت لك يختلف من مكان لمكان، لكن بشكل عام اذا انت رايح ترانزيت الناس تنظر لك على اخر دوله انت رايح لها، لانك انت بتنزل الترانزيشن ما راح تدخل في الجوازات وانت مكمل، فاشتراطات الدوله الثانيه هي اللي راح تمشي. طب الدول العربيه سريعا، المغرب، مصر، الاردن. المغرب مؤخرا فرضت حجر 10 ايام، تونس ما عليها حجر لكن 72 ساعه فحص على الجميع. فرضت الحجر ولا على اناس معينين؟ لا في دول معينه يعني انت عندك، يعني انا صراحه ما بغيت اذكر دول لان انا اذكر قبل اسبوع تغيرت الدول، فما انا اللي اعرف الامارات عليها حجر، يعني السعوديه مره كان في حجر مره بدون حجر، فما اذكر اخر، فما بغيت اذكر الاسامي انا يعني من هذا السبب. لكن بشكل عام مصر يعني اللقاح أو فحص، واحد من الاثنين، إذا عندك اللقاح ما تحتاج فحص. الأردن محتاج أنك تأخذ اللقاح والفحص بعدين ما عليك حجر ولا شيء، أما إذا ما عندك اللقاح تفحص هنا وتفحص عند الوصول. فكل دولة لها يعني قوانينها، لكن بشكل عام الكل قام يسهل، والظاهر أن الدول ما تبغي تفوت موسم الصيف في إقبال، يعني للأمور تمام الإقبال. أنا أقول أن في الثقة، ثقة المسافر الخليجي بشكل عام في أعلى مستوياته منذ بدء الجائحة، ما أقول لك أنه رجع لقبل وكذا وكذا، بالذات العوائل الكبيرة شوي متحفظة، لكن بشكل عام كل ما صغرت العائلة أو كان الجروب أقل كل ما الناس كانت تسافر. يعطيك ألف عافية، كان معنا محمد الرئيس من دبي خبير السياحي، شكرا جزيلا لك. شكرا. فاصل ونرجع لكم بصباح العربية. عودة إلى سؤالنا التفاعلي من جديد، ما هو المعلم السياحي الذي تود زيارته للمرة الأولى؟ هنشوف الإجابات والتغريدات على هاشتاغ صباح أندرسكور العربية. أول تغريدة، واحد سيوة وطريق الكباش ومعبد فيلة ومعبد أبو سنبل بأسوان. معبد الفيلة فين؟ في مصر طبعا. راح أدور عليه في مصر ولا في مكان معين. طيب أتمنى زيارة جبال الهملايا ورؤيتها، ويسعد صباحك أيضا. الهملايا وين؟ زيارة كل معلم يثير الانتباه ويشد العقل البشري كأهرامات مصر وما تحويه من حضارة عريقة. يسعد صباحك حسين. معالم مدينة العلا الجميلة في مملكتنا الحبيبة. يلا إن شاء الله هلشتة عندكم أهل العلا. سعادة. طبعا مصر، الاهرامات وشرم الشيخ ابو صهيب. صباح الخير يا هلا مرحبا. تاج محل، خوب صوره تاج محل، خوب بوت خوب صوره. تقلق الهند دلوقتي، خلينا مستقرين. لا عادي، متحور. قبل أيام قمت في جولة سياحية وتم التقاط الكثير من الصور، ومنها الصور التي أمامكم لقصر الإمارة في مدينة الكوفة التاريخية، حيث يوجد الكثير من الأماكن السياحية التاريخية. أتمنى إن شاء الله زيارة أم الدنيا الأهرامات الفرعونية. يسعد صباحك سيد. طيب هذه آخر تغريدة، شاركونا بتغريداتكم على هاشتاك صباح أندرسكور العربية، كذلك حسابات تويتر، فيسبوك، انستغرام @صباح العربية.
ننتقل إلى موضوع جديد في حلقة اليوم. في ظل اجتياح موجات من متحورات كورونا حول العالم وارتفاع عدد الإصابات، نتحدث عن دراستين جديدتين. الأولى تظهر أن خلط لقاحي فايزر وأسترازينيكا يأتي بنتائج مناعية ممتازة، والثانية وهي ربما الأكثر إثارة للاهتمام وهي أن لقاحي فايزر وموديرنا قد يوفران حماية من فيروس كورونا لسنوات أو حتى مدى الحياة. ووجدت دراسة أمريكية أن معظم الأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاحات الحمض النووي mRNA قد لا يحتاجون إلى جرعات إضافية معززة طالما أن الفيروس والسلالات الجديدة منه لا تتطور كثيرا. زميل شاربل لديه كل التفاصيل، نتابع. عندك يا شاربل؟ نعم، الدراسة الأمريكية وجدت أن الخلايا المناعية التي تتعرف على الفيروس بقيت في أجساد أشخاص تعافوا من كورونا لمدة 8 أشهر على الأقل بعد الإصابة. الدراسة أشارت إلى أن ما يسمى بخلايا الذاكرة بي تستمر في النضج وتقوى لمدة عام على الأقل بعد الإصابة. ووجد العلماء أنه بعد الإصابة أو التطعيم تتشكل بنية تسمى المركز الجرثومي، وفي هذه البنية تتدرب الخلايا بقوة على محاربة الفيروس. وكلما اتسع نطاق فترة تدريب هذه الخلايا زادت احتمالية قدرتها على وقف السلالات الفيروسية التي قد تظهر. ووجد الباحثون أنه بعد 15 أسبوعا من الجرعة الأولى من اللقاح كان المركز الجرثومي لا يزال نشطا للغاية في جميع المشاركين. قبل أن نعود إلى عدل ومروى، أحمد العناني من لندن يرصد لنا الارتفاع المقلق في أعداد الإصابات. قبل شهر كانت هذه المدينة على وشك الشفاء من الجائحة. أرقام الإصابات وصلت إلى ما دون 2000 وأرقام الوفيات صفر. شيء ما حصل، الوضع تغير. أكثر من 22,000 إصابة يومية. المتحور دلتا يبدو أنه غير المعادلة تماما. يمكن لبريطانيا أن تفتخر بأنها صاحبة أحد أعلى مستويات التطعيم، أكثر من 70 مليون جرعة، لكن ذلك على ما يبدو لا يكفي. يجب أن نتذكر أن هذه المدينة ستستضيف في الأيام القادمة نهائي كأس أوروبا. كان يفترض أن تكون مناسبة أوروبية في مدينة انتصرت على الجائحة. الانتصار على كورونا لم يتحقق حتى الآن، ويبقى على الأقل الانتصار المرتقب في كرة القدم. من لندن، أحمد العناني، العربية. فازوا على ألمانيا 2-0. 2-0 صح؟ فرنسا طلعت؟ بريطانيا. أي فرنسا طلعت؟ بلجيكا هي اللي طلعتها ولا سويسرا؟ سويسرا صح؟ سويسرا. بشوفك متابع ولا لا؟ طبعا أنا مبتابعش. تطورات والدراسات تأتي فيما تشهد بريطانيا ودول عدة أخرى ارتفاعا في أعداد الإصابات بكورونا بعد فترة انخفضت فيها الإصابات بشدة. نشاهد معا هذا المنحنى المتصاعد للإصابات في بريطانيا، أكثر من 22,000 إصابة يوميا. ونشاهد على هذا المنحنى عدد اللقاحات التي تلقاها البريطانيون. طبعا مع انتشار المتحور دلتا، ومن الواضح أن فعالية اللقاحات تراجعت بعض الشيء، وترافق ذلك أيضا مع مزيد من الفتح ومن رفع قيود التباعد الاجتماعي. للحديث ينضم إلينا من جد استشاري الأمراض الصدرية الدكتور نزار باهبري، وزميلنا على فكرة يا جماعة، لديه مواهب أخرى غير الطب. صباح الفل يا دكتور. صباح الخير. هلا يا دكتور. أسعد الله صباحكم. حياك الله يا دكتور. دكتور خلني أسألك، اليوم نخلط ما نخلط، نبقى على لقاح واحد، نغير لقاحات؟ وأعرف واحد من الشباب ماخذ لقاحين، يعني ماخذ صيني وجدد فايزر، خلط 4 مرات. هذا يعني بياخذ الوقايه من كل مكان باذن الله. اي والله بيامن نفسه.
طيب معليش انا ابغى ابتدي بنقطه مره مهمه علشان هي جات في التقرير وهذا جدا مهم. احنا كل مره نركز لكل المشاهدين لحضراتكم انه واحده من الاشياء المقلقه لما احد يتكلم بتساؤل انه ليش نقول كذا وبعدين نرجع نقول كذا، بس علشان يعني رجاء نحط شيء جدا مهم انه في العلم في الطب هذا شيء طبيعي جدا انه تطلع دراسه بعد الدراسه الاولانيه وتطلع ارقام بعد الارقام الاولانيه تغير من بعضها، فبالتالي هذا كله شيء طبيعي. خلاص عشان بس نتفق من اول تحديث وليس تناقض. احسنت، الله ينور عليك، تحديث وليس تناقض. طيب رقم اثنين، يصير الان يمدينا نخلط 100%، يمدينا نخلط الدراسات جدا جيده حقه الخلط، اللي يجي معاك ويكون اسهل لاخذه خذه. حنيجي على نقطه ذكرتوها في التقرير جدا جميله، قلت انه في تراجع في الفعاليه في بعض اللقاحات بسيطه بسبب التحور. اولا لازم نتفق انه التحور سيظل موجود اكيد دكتور. يمكن تحدثنا قبل يعني حلقات سابقه في حلقات سابقه عن هذا الموضوع وعن هذا الخط. خليني بس استفسر منك عن هذه الدراسه الجديده. كل يوم عندنا دراسه، الدراسه تقول ان يعني التي تعتمد على التكنولوجيا الجديده هذه اللقاحات mRNA زي فايزر وموديرنا هي يمكن ان يعني تحمينا لمدى الحياه. مدى صحه هذه الدراسه وعلى ماذا تستند؟ بكل بساطه ايش الفرق ما بين التقنيتين؟ خلاص التقنية حقت مثلا الصيني الروسي الأسترازينيكا تعتمد على الفيروس المضاعف، فلو شكل هذا الفيروس أتغير يعني أصبح فيه تحور قد تكون الأجسام المضادة ما هي بنفس الكثرة ويرجع يجي لك فيروس ثاني بشكل مختلف لأنهم هم من طبيعتهم التحور. موديرنا وفايزر يعتمد على مرسول الدي ان اي، يعني خلينا نقول جزء من الشوكة حقة الحمض الأميني، فبالتالي طول ما هذا الجزء حق الشوكة اللي هي مثلا دلتا ألفا بيتا أي تحور إن كان، طول ما الشوكة نفس شكل الشوكة الأساسية فيها نفس هذا المحمول من الار ان اي يصبح التطعيم فعال. طيب بصراحة دكتور نزار باهبر المعهودة، لماذا إذا تقنية mRNA هي الفعالة ليش ما تكون هي التقنية المعتمدة في العالم؟ ولا الموضوع أيضا في صراع سياسي غير الصراع الطبي والاقتصادي؟ والله أنا أبغى أقول لك على شيء، يعني أنت لا ننكر في ناس كثير كانت ما تطمن للتقنية الجديدة فبالتالي التقنية القديمة موجودة. هل هذه المعلومات كانت معروفة قبل 6 شهور؟ لا ما كانت معروفة الآن، فبالتالي خلونا نكون واقعين، أحيانا كثير الكمية التطعيمات اللي يمكن إنتاجها من شركة ما تغطي العالم وبالتالي أنت عندك خيارات كثيرة في الإمداد، وبالتالي هل هي فعالة؟ هل ممكن حنحتاج شيء ثاني؟ طيب أفرض أنه ممكن بعد 6 أشهر يرجع يقولوا لك لا والله إحنا أخذنا، لأنه دحين كيف نعرف أنها فعالة؟ كل ما يمر فترة من الزمن سنة 6 أشهر ناخذ تحليل من الناس اللي أخذوا فايزر وتحليل من الناس اللي أخذوا أسترازينيكا نشوف ما زالت عندهم أجسام مضادة كفاية ولا لا. إذا كانت ما زالت بعد 2 سنين موجودة نقول أجل فعالنا. يعطيك ألف عافية دكتور نزار باهبري، كنت معنا من جدة استشاري أمراض صدرية، يعطيك ألف عافية. المقهى الذي سنتحدث عنه في محافظة القطيف شرق السعودية يعتبر من أقدم المقاهي حيث يقارب عمره 300 عام، تنقل بين أكثر من موقع وكان في الزمن الماضي مجمعا للتجار ويجتمع به التجار والأدباء والوجهاء، إلا أنه أصبح قريبا من الماضي بسبب مشروع توسعة الطريق. التفاصيل أكثر دائما مع سالم الراجح. الطريق ولا المقهى؟ نشوف. من أجل تاريخ أهله ومحافظته يحاول العم حسن الغراب المحافظة على هذا المقهى أو القهوة كما تسمى محلية، والتي ورثها أبا عن جد حيث عمل آباؤه في هذا المجال منذ 10 سنين. في الماضي كانت عائلته تمتلك 7 مقاهي أحدها في البحرين، حاليا لم يتبقى منها إلا هذا المقهى الصغير. 30 سنة
بعد القرصه جينا هني، هذا 50 سنه هني، هذا ابو حسن، بعد حسن حبيب، بعد حبيب انا. عبر التاريخ كان هذا المقهى معروفا في القطيف، حيث كان مجمعا للتجار والوجهاء والأدباء، مثلما وصفه الأديب السعودي حمد الجاسر. طبعا كان من أول يلعبون الألعاب هذه مثل الدومنة والكيرم وغيره، ويقدم فيها الشاي، طبعا الشاي الأحمر وشاي الحامض لمن لوم الأسود هذا، وكان يقدم الزنجبيل في الشتاء، حليب أصلي بقر. أتذكر الكاسة كانت بأربعة قروش، بعدين غلى شوية صار بنص ريال. يقول العم عبد الله إنه أدرك في صغره ما يقارب 15 مقهى من هذا النوع في القطيف قبل أن تختفي كلها عدا هذا الذي يعتبر من أقدم المقاهي في السعودية، غير أنه سيصبح قريباً من الماضي لصالح مشروع لتوسعة الطريق. سلمى الراجح، العربية، القطيف. معنا من هناك مراسل عربية سالم الراجح، أهلا بك معنا، صباح الخير. ويعني هذا المقهى سالم من أقدم الأماكن والمقاهي في السعودية، ليست فقط في منطقة معينة في المملكة بشكل عام أو في القطيف. خليني أسألك، يعني كيف حافظ عليه كل هذه السنوات 300 سنة، يعني من الجد إلى الابن ومن الابن إلى أبناء الصغار، كيف كان هذا التوارث؟ نعم، صباح الخير مروة، صباح الخير عادل. نقف الآن بالخير في هذا المقهى الذي يعتبر الأقدم في المنطقة الشرقية، نرى عدد من كبار السن يجلسون في الخارج رغم حرارة الأجواء، خصوصا أن الشمس لا تأتي بشكل مباشر على هذا المقهى في ساعات الصباح. دعونا نلتقي بعم عبد الله الغانم أحد رواد المقهى أيضا، ونرى الصورة بشكل أوضح وتفاصيل المقهى. مرحبا أستاذ عبد الله، رحب فيك. ودنا نعرف بالبداية من متى وأنت تجي للمقهى هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير على الجميع. خادمكم عبد الله حسن الغانم أحد رواد المقهى من حوالي 65 سنة، وأنا يعني ما أترك الجيل القهوة هذه. وطبعا هذا المقهى مو المقهى الأصلي، المقهى كان في مكان آخر، يعني وله صفة أخرى، صفة العراقة والأصالة، وناسه راحوا. الله كم كان عمرك أول مرة جيت للمقهى في الموقع القديم؟ كنت أجي مع الوالد الله يرحمه، زين، كان عمري 6 سنين وقتها. إلى اليوم يوميا يعني أجي لأن صارت بعد جزء من حياتي اليومية. صفة المقاهي الشعبية بالقطيف، أنت ذكرت لي أنه في تقريبا سابقا أكثر من 15 مقهى في القطيف. نعم. وش كان، من اللي كان يجتمع فيها، وش كانت الحياة اليومية بالمقاهي؟ المقاهي كانت ملتقى جميع أنواع الصفات البشر والشرائح الناس، منهم التجار، منهم المؤلفون وشعراء وأصحاب رأي، وكان عندنا أسواق فيها بيع وشراء، تجار السمك، تجار التمور، تجارة أنواع، يعني يصدروا إلى قطار، يصدرون الكويت، يصدرون لكل شيء. كانت القطيف غير القطيف الآن طبعا، بساتين ومياه جارية، والمقاهي كانت لها دور ريادي في الحياة، يعني ملتقى الأدباء، ملتقى شخصيات القطيف، ملتقى الناس البسطاء، ملتقى اللي يدور رزقه يجي، يعني في كل حاجة يجي. فالآن تغير كل شيء. المقهى الأولية كانت عريقة وفيها صفات غير صفات الآن.
شكرا استاذ عبد الله، ساعدنا باستضافتك. نعم عادل ومروه، نتمنى انكم رايتوا الاجواء في هذا المقهى خصوصا في الاوقات الصباحيه التي يحرص عدد كبير من الرواد وخصوصا من كبار السن على المجيء يوميا الى هذا المكان الشعبي الذي سيصبح قريبا من الماضي وسيفقد. هلا هلا باللومي، اشرب اللومي يا سالم، اشرب اللومي يا سالم، لا تطوف ولو الاجواء حاره لكن طيب ترى زين يهدي الاعصاب. يعطيك العافيه يا سالم. نذهب إلى موضوع جديد في حلقة اليوم، تدهشنا رحلات الذاكرة والعودة لعيش لحظات انطلاق المفاهيم التقنية للعديد من الأجهزة التي تشكل الآن جزءاً أساسياً من روتين حياتنا اليومي. ففي سبعينات القرن الماضي شهدت صناعة الراديو والساعة الرقمية إطلاق جهاز خشبي بألواح جانبية من الألمونيوم دمج فيه صوت الأثير بجانب ميزة الساعة الرقمية اليدوية. فما هو هذا الجهاز وماذا قدم حينها من حركات تقنية ساهمت في الراديو الحالي؟ للمزيد ولكشف هوية هذا الجهاز ينضم إلينا من الرياض فيصل السيف المهتم والمؤثر في التقنية. فيصل ما أدري ليش حاسك من شياب قبل يحط له ترانزستور على ذونه وينام. عرفتهم الظهاري الظهاري ايه 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 زي كذا ايه الله صبحك الله بالخير هلا ومرحبا العالمين عليكم اجمعين يا رب العالمين. وفعليا انت تتكلم على فتره كان الراديو هو الشيء الاساسي للحصول على جديد الاخبار، ما كان عندنا اللحظيه في وصول الاخبار الا من خلال الراديو. وايضا لو بدينا على بدايات الراديو كانت محدوده ساعات البث اليوميه الى تقريبا نصف ساعه من البث المباشر، اما غير كذا يا انهم يشغلوا محتوى ويخلوا هذا المحتوى قاعد يدور او انهم يقعدوا يشغلوا لكم صوتيات جزئيه اخرى من اليوم تجهيزا للاخبار. فتعرف الحقبه هذه كانت مره صعبه في جعل المعلومه تنتشر في كل الاحوال. ويمكن كمان فيصل كنا بنعتمد عليها بشكل رئيسي، اكيد مش احنا يعني اللي قبلينا، بشكل مباشر ورئيسي لمعرفة المعلومات حتى الأخبار السياسية، متابعة أحوال الدنيا كان عن طريق هذا الجهاز. صحيح، احنا كنا نعتمد عليها بشكل جزئي لما نحصل على المعلومات الأخيرة. خليني أعرف منك مراحل تطور هذا الجهاز. ممتاز. لما نتكلم على المرحلة اللي احنا وصلنا لها وحنتكلم عليها اليوم بالجهاز هذا، هو مرحلة دمج بالساعة. فيصل صار جزء ايوه يوم خلال نفس الراديو. ايوه خلال نفس الراديو بامكاننا الانترنت شوي يقطع يا فيصل تفضل. شوف موضوع الانترنت هذا عجيب كويس الهواء ايش يلا الحين مره ثانيه جرب اشرح لنا عليه توكل على الله. شفت شلون والله ابتسامتك حلوه على الشاشه يا فيصل وجميلة إن شاء الله. والله من جد لا أنا أشوف. يلا تفضل. ما بين الاثنين قاعد تطلع الابتسامة دي. هذا هو الجهاز اللي طلع عام 1971 من شركة سوني ولأول مرة دمج ما بين المنبه والساعة وأيضا الراديو. الراديو اللي بسلك موجود واللي لحظيا تقدر تحصل على الـ FM والـ AM. الموجتين هذه موجودة في بعض الدول وقتها وما كانت جميع الدول. عام 1971 كان في AM و FM. برضو عندنا في المنطقة العربية كان شيء اسمه الميديوم ويف MW. أيوة. يوم نتكلم على هالجهاز المفروض أننا نتكلم على شيء قاعد يعطينا في تشويش ترى حيكون شوي لما نطلع لكم بإذاعة أصلاً تابع لكم فأموركم كويسة. يصيب. هنا نتكلم على إذاعة. AM ولا FM؟ لا FM. أيضاً هذه أحد الإذاعات. مجموعة MBC. ولما نتكلم على الراديو وقتها وللحصول على نفس التردد يمكن الجيل الجديد ما يعرف، ولكن احنا قاعدين نبحث بشكل أنالوج وليس رقمي، فبالتالي التشويش كان شيء موجود إن لم نحصل على أفضل إشارة ربط ما بين هالجهاز وما بين الموجة اللي قاعدة تسبح حولنا، فكنا نضطر أيضا لربط أنتين أنتل نربطه خارجي يوصل إلى خارج البيت برا الشباك. هذا الأنتل الخارجي بكل بساطة كان يساهم في جعل موجة الراديو أفضل وأسهل. يوم أبحث الحين على موجات AM شبه معدومة في المنطقة اللي أنا موجودة فيها، والFM أكيد موجود عليها كثير من التركيز. أمر ثاني مهم أذكره في هذيك الحقبة أنه يوم جاء الراديو وصار شيء أساسي لتداول الأخبار والمعلومات، صار أنك تكون
مشهور ومعروف على الراديو شيء مجتمعي ضخم جدا بمثابة المؤثرين اللي موجودين في هذا الزمن. بل أنه يكون عندك ربع ساعة أو نصف ساعة كبرنامج على الراديو، هذه تعني أنه أنت تقدر توصل صوت الناس للناس وأيضا صوت الناس للطبقات العليا، وهذا أمر كان جدا مهم وقتها. يعني تخيلوا معي وتخيلوا شاهد المشاهدين معي يوم يتكلم يوم الخميس كانوا يسمعون أم كلثوم يا فيصل ويتجمعون ما لحقت عليها بس أذكر يقولون. وإذا طيب. كان في بيان جمال عبد الناصر كان يقعد يسمع الراديو وتفاصيل. ما زالت يعني حتى الاعتماد على الإذاعات الخارجية. فيصل تطور هذا الأمر وأصبح إنه في بوستر بعضهم صح؟ إحنا خلصنا. صحيح. بأقل من دقيقة فيصل. بالفعل تخلصت بعض نقدر نقول الإذاعات وراحت، ولكن إلى الحين موجود نغمة الإذاعات وتراها عالميا تعتبر من الأشياء المهمة ولكن كإذاعات رقمية وليست عالمية. يعطيك ألف عافية فيصل سيف مهتم ومؤثر في التقنية، كنت معنا من الرياض. حياكم الله. فيسبوك خامس شركة أمريكية تتجاوز قيمتها السوقية حاجز تريليون دولار في ارتفاع مطرد حققته هذه الشركة رغم المساءلات القانونية والفضائح، فاستمرت في توسيع قاعدة مستخدميها وزيادة متوسط إيراداتها، حيث ارتفع سعر السهم الآن بأكثر من 90% منذ 27 من يوليو 2018. وقامت فيسبوك بطرحها العام الأولي في مايو 2012، حيث ظهرت لأول مرة بقيمة سوقية قدرها 104 مليارات دولار بس فقط لا غير. مغير اللوك بس عناني. للمزيد حول هذه القوى الاقتصادية ومن أمام مبنى فيسبوك في لندن ينضم إلينا مراسل العربية أحمد العناني. صباح الخير يا أحمد. ويعني رغم كل الفضائح والأزمات التي مرت بها شركة فيسبوك 2018 إلا أنها قدرت تعدل هذه الصورة وغيرت هذه الأسهم، ارتفعت إلى أكثر من 90%، كيف حققت كل هذه الإيرادات؟ صباح النور مروة وعادل. بالفعل شركة فيسبوك في عام 2018 كانت أسوأ عام مر على الشركة. عام 2018 كان العام التي تعرضت فيه الشركة للكثير من المساءلات أمام البرلمان البريطاني وأمام أيضا الكونغرس الأمريكي، وذلك بسبب حصول شركة كامبريدج أناليتيكا لو تتذكرون حصلت على بيانات 86 مليون مستخدم من مستخدمي فيسبوك، واستخدمت هذه البيانات في تغيير المزاج العام الانتخابي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2016. مبنى شركة فيسبوك خلفي هنا هو أحد مقرين للشركة الموجودين في لندن. طبعا المقر المتواجد في لندن هو مقر مخصص لإدارة الإدارة التقنية والإدارية الخاصة بفيسبوك لمستخدميها في الشرق الأوسط وفي أوروبا. وصول شركة فيسبوك لتتجاوز حاجز التريليون دولار يجعلها خامس شركة. طبعا الأربع شركات الأخرى هي شركة أبل وشركة مايكروسوفت وأمازون وأيضا الشركة الأم لجوجل ويوتيوب هي شركة ألفابت. شركة فيسبوك للكثير من مستخدميها يعلمون أنها تتحصل على إيراداتها عن طريق الإعلانات التي تظهر لمستخدمي الموقع سواء على موقع فيسبوك أو على شبكة الانستغرام. طيب. لكن ما لا يعلمه الكثير هو أيضا أن شركة فيسبوك لديها بعض المنتجات والأجهزة. شركة فيسبوك لديها جهاز أوكيلوس وهو جهاز الخاص بالفي آر أو الواقع الافتراضي. طيب. بالإضافة إلى بعض الأجهزة الخاصة بالتواصل عبر الفيديو مثل جهاز The Portal. طبعا هذا التحول هو تحول كبير جدا في مسار الشركة، يجعلها من الشركات الأقوى من الحكومات حينما كان مارك زوكربيرغ. نعم أحمد فضل. يعني ما أدري حتى أنا قاعد أشوفك أنت قاعد تحوم حوالين الشركة، شكلك رايح تقدم هناك ولا لا ولا تشتري أسهم؟ يعني السهم وصل والله اليوم. مبنى الشركة الآن هو مغلق يعني للأسف. طيب. احنا كنا نتمنى ان هو يكون مفتوح لكن شركة فيسبوك بتتبنى سياسة العمل من المنزل. طيب خليني أسألك اليوم شركة فيسبوك كل ما واجهته من تسريب بيانات وحتى انه
اليوم صار موردها هو تشتري بعض التطبيقات وتدمجها، وبالتالي تعرف آراء ومعلومات عن يعني زبائنها، وهذا هو الاستثمار. هل تناسى الناس اليوم كل هذه الأخطاء اللي مرت فيها حتى يصل سعر السهم أكثر من 300 دولار؟ في الواقع الأخطاء لم يتم تناسيها، ولكن الشركة على مدار الثلاثة أعوام الماضية صلحت صورتها، نقاشات مستمرة مع حكومات الدول، وخصوصا حاولت أن تصلح صورتها. الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال قام بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وعليه تم تقنين طريقة استخدام بيانات الأفراد والمستخدمين التي تتحصل عليها شركة فيسبوك، خاصة أنهم عدد مهول جدا أحمد، ثلث سكان العالم من يستخدمون الفيسبوك. شكرا جزيلا لك على وجودك معنا مارس العربي، أحمد العنعني من لندن. طيب نروح إلى لبنان ونشوف الشركات العملاقة الخمسة اللي احنا قاعد نتكلم عليها وتكلم عنها وذكرها أحمد، وهي تتربع على قمة العالم الاقتصادي. بنان، حفزت أزمة كورونا تجارة الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات لتصل عائدات عمالقة التكنولوجيا إلى 1.1 تريليون دولار، والأهم أكبر شركات في العالم باتت جميعها شركات تقنية. أما فيسبوك تأسست من قبل مارك زوكنبرغ عام 2004 وحققت التريليون بعد 17 عاما لتصبح خامس شركة أمريكية تدخل نادي الاثنى عشر صفرا. وإلى أبل تأسست من قبل ستيف جوبز عام 1976 ودخلت التاريخ كأول شركة من القطاع الخاص في العالم تبلغ قيمتها السوقية تريليون دولار عام 2018. أما أمازون تأسست من قبل جيف بيزوس عام 1994 وأصبحت رابع شركة تقنية ضخمة تبلغ تكلفتها تريليون دولار في عام 2020. وإلى مايكروسوفت تأسست من قبل بيل جيتس عام 1975 وتعد ثالث شركة أمريكية تضرب سقف التريليون دولار عام 2019. وأخيرا جوجل التابعة للشركة الأم ألفابت تأسست عام 1998 واستطاعت تحقيق مشوار التريليون دولار في عام 2020. هذا كان كل ما لدي، عودة إلى عادل ومروة. شكرا يا بنان، قوات الله. طيب للمزيد حول هذا الموضوع أو كيف استطاع فيسبوك الموقع الاجتماعي عبر الإنترنت الانضمام لنادي تريليون دولار، ينضم إلينا في الاستوديو علي حمودي محلل اقتصادي. أهلا بك معنا، صباح الخير. نتحدث اليوم عن فيسبوك وقد إيه وصلت لإيرادات كبيرة جدا ومهولة، تريليون، أكثر من تريليون دولار. خليني أسألك، يعني هذه شبكة اجتماعية تعتمد على الإنترنت ومشاركة المستخدمين، كيف لها أن تحقق كل هذه الإيرادات وتنافس حتى شركات النفط وشركات الصناعة بشكل عام؟ بالتأكيد يعني احنا في اصبحنا في وقت يعني ليس واحد منا لا يملك حساب في التواصل الاجتماعي، خاصة فيسبوك، ولا أحد منا لا يستعمل جهاز موبايل أو آيباد أو حتى كمبيوتر. أصبحنا نفعل كل شيء حقيقة، ليس فقط التواصل الاجتماعي، وإنما الأهم من ذلك التسوق عن طريق الإنترنت. فهذا هو ما يعني ما جعل فيسبوك تصل لهاي الفالويشن، إنه أكثر من تريليون دولار. عندها قاعدة من مستخدمين أكثر من مليارين بني آدم حول العالم، فهذا ما تريده الشركات. أي شركة تريد أن تبيع أي منتج، ففيسبوك يفتح لها هذا الباب. فحقيقة 90% من مجمل إيراداتها هي عن طريق الإعلانات، وأصبحت بفترة وجيزة هي الأصغر كما ربما ذكرتم من الشركات الخمسة الكبار اللي تصل إلى تريليون دولار. هي أول شركة في العقد الأول من هذا القرن، الباقين شوية أقدم من عندها الذين وصلوا إلى التريليون دولار. دائما ما يقولون ثقة المستخدم هي من يحدد القيمة السوقية لأي شركة. قبل شوي سألت أحمد العناني مراسلنا بأنه 300 أكثر من 350 دولار اليوم سعر السهم بفيسبوك،
هذه المطبات اللي طبت فيها منذ ما بدأت إلى اليوم والفضائح لم تؤثر عليها؟ هل لأنه التوسع وشراء برامج ومعدات جديدة ومنصات جديدة أصبح شيء يسمى البيج داتا؟ يعني هذه الشركات تملك معلومات عني وعنك يعني يمكن زوجاتنا ما تعرفها يعني. عن جد يعني الله يستر. أي صفحة تتصفح أي فريق كورة لا تخوفنا ترى راجعين البيت. إيه بس هم هاي المفروض يعني ما طيب. هم يعرفوها فما يقوموا بها. ليش عندك أنت نوعين من الادفرتايزنج أو نوعين من التسويق المباشر اللي انت انا وانت ممكن نخش صحيح. على الفيسبوك واحنا نعمل دعايه لاي شيء لشخصك انت او لمنتج تبيعه. وفي يسموها تارجتد ادفيرتسمنتس يعني او اعلانات غير مباشر بحد ذاتها يعني تعتمد على اللي ذكرته قبل قليل. يعني اذا نعرف انك انت لك اختصاصات مثلا تحب تسافر مكان معين بس بتكون بتتكلم بتلاقي اعلانات نزلت على طول. بالتاكيد هذا هو هذا هاي البيج داتا هاي هي التكنولوجيا الديجيتال ماركتينج التسويق الرقمي. فهذا ما تحتاجه الشركات. أنا مثلا شركة بسنغافورة أريد أسوق منتجاتي في دبي يعني ما أعرف شنو اهتمامات المجتمع هو تعطيك هذه الفرشة هي تنطيني هذا في تارجتد شو اسمه. فإذا أنا مثلا أبيع منتجات رياضية شوف أنت إذا سويت كليكينج على أي من الويب سايت الرياضية فتقول لك هو هذا عنده اهتمام بالرياضة فإحنا تلاقي البوب أبس هذه طلعت لك فجأة. لكن هذه يعني شركة ليس لها مصانع ليس لها صناعات كيف هذا التغير بشكل هو وبعدين هذه إحنا قفزت هي هاي يوم الاثنين إلى فوق التريليون لأن كانت يعني حتى مثل ما ذكرت يعني أنتم مو بس إحنا الوحيدين ده نفكر إنه ليش يعني هل كبرها بهذا الشكل يسجل خطر. الحكومة الأمريكية نفسها لذلك هي رفعت دعوة عليهم إنه هل يا ترى هناك احتكار يعني رفعت عليهم دعوة أنكم أنتم احتكرتوا قطاع السوشيال ميديا قطاع التواصل الاجتماعي ورفضها القاضي رفضها يوم الاثنين لذلك هي قفزت شو اسمه قال لهم أنتم يعني لم تأتوني بدليل إيه ما هي قاعد تشتري برامج تشتري منصات أخرى في أكثر من موقع إلكتروني إنستغرام واتساب وغيره. طيب هذا مو احتكار للمعلومة إيه بس إيه؟ في الاقتصاد الحر يعني من وجهة نظر القاضي أعطوني دليل طهم شهر يعني هي القضية لا يعني ما كيفوا للقضية صح ما كيفوا للقضية انتوا قلتوا لي عندهم انتوا ذولا عندهم 60% من الماركت شنو دليلكم فبهت الذي يعني طيب اقتصاديا قفزة هذه في وراها قفزات ولا خلاص والله يعني فيسبوك هي اكبر دليل على انه ما حصل يعني في احنا دول المصايب او هذا لها دائما من مستفيد استفادوا هم بشكل كبير من جائحة كورونا اصبحنا صحيح. نفعل كل شيء تقريبا من البيت ومن على منصات الانترنت. يعطيك الف عافية علي حمودي محلل اقتصادي كنت معنا من حياك الله. الله يبعد زوجاتنا عن فيسبوك وإنستغرام وواتساب. نتوقف الآن مع زميلة سهى الوعل في جدة لتأخذنا بجولة على آخر الأخبار الفنية بالسعودية. نتابع. أهلا فيكم معنا بجولتنا الفنية الإخبارية على السعودية. وجولتنا هذا الأسبوع تبدأ مع فيلم السجين اللي تم الإعلان عن الانتهاء من تصويره بعد 3 أشهر قضاها أبطال العمل في القاهرة لتصوير هذا الفيلم. طبعا الفيلم هذا يدور حول الرعب والتشويق وهو يجمع الثنائي الجميل خالد صقر وزوجته إلهام علي اللي يلعبوا البطولة وتشاركهم كمان في البطولة طفلة صغيرة تم اكتشافها هي ريم عبد القادر. الفيلم يقال إنه تم استخدام فيه مؤثرات بصرية جدا عالية وراح يكون منافس للأفلام العالمية وراح يعرض قريبا في كل السينمات السعودية. هو من تأليف أحمد الملواني وإخراج محمود كان. نستكمل جولتنا مع الفنانة داليا مبارك واللي قدرت أنها تدخل السوق المصري بأكثر من 26 مليون مشاهدة في شهر واحد بأغنية اللي يمشي عادي. طبعا هذه الأغنية أطلقتها داليا قبل فترة عبر اليوتيوب وحققت 26 مليون مشاهدة إلى الآن وكمان أكثر من ذلك وهي أغنية طبعا باللهجة المصرية من كلمات عمرو المصري ألحان مصطفى الشعيبي وتوزيع عمر الحبري. أكرم حسن
حسني قريبا بمسرحية جديدة في السعودية، طبعا بدأ التحضير لها والمفروض أنه المسرحية تكون مفاجأة لأنها تجمعه بالنجم أحمد أمين. من المقرر كمان أنه يكشفوا عن هذه المسرحية وتفاصيلها إن شاء الله ضمن حفلات موسم الرياض 2021. المسرحية الجديدة رح تحمل اسم لما الرجالة تفوق، وهي من تأليف جورج عزمي إخراج خالد جلال، وتعد التعاون الأول المسرحي ما بين خالد أمين وأكرم حسني. ومكملين مع مفاجآت مهرجان أفلام السعودية اللي مهتم جدا برفع الوعي القانوني لصناع السينما وتعريفهم على حقوقهم الملكية الفكرية. طبعا أعلن المهرجان أنه رح تقام ورشة على مدى يومين اسمها أساسيات ومبادئ قوانين وعقود الأفلام، ورح تقام ما بين 3 و4 يوليو القادم لحماية المبدعين أو مالكي الحقوق من خلال منع جهات أخرى من استخدام مصنفاتهم دون التصريح. رح يقدم الورشة من ألمانيا ماتي روكنبخ، وحتركز على قانون الملكية الفكرية وعقود الأفلام والمفاوضة وقوتها، وكمان عشان يحفظوا حقوق الممثلين والعاملين وأجورهم. 1 يوليو هو موعدنا مع بدء عرض محافظة مسامير، مسلسل مكون من 8 حلقات، كل حلقة عبارة عن فيلم قصير له قصة منفصلة، مدة الحلقة تقريبا 21 دقيقة. سموه محافظة مسامير لأنهم شافوا أنه هو مختلف وأكثر نضجا عن مسامير اللي اعتدتوا مشاهدته على اليوتيوب، ورغم اقتراب موعد عرضه إلا أنه في جدل كبير مثار حوله. هذا الجدل عمله طبعا ماركتينج كبير قبل البدء في عرضه، لكن إن شاء الله مع بدء العرض رح نعرف هل هذا الجدل كان يستحق ذلك أو لا. طيب، من الوعل إلى مكان آخر، وين؟ عسير. السعودية كمان. عسير، سياحة استرخاء مختلفة وبعيدة عن التراث والمباني العمرانية ولكن من قلب الطبيعة الجبلية. استلهمت مدربة يوغا فكرة البدء بالتمارين للسياح والمقيمين في عسير، كما تنظم رحلات سياحية لجلسات اليوغا. Okay, stretch your and hands up. And stretch. Go down and twist. Stretch your arms, stretch and breathe. Go back. Stretch your leg and go down. Feel the hamstring and breathe. Go up. رجلك تحت. Okay. Stretch your body and relax. Okay, put your hands down and breathe. Go up your leg back and go to child pose. صباح الخير مروة، وصباح الخير عادل. طبعا انتم شايفين الاجواء عندنا والاسترخاء والاستجمام. هذه المناطق الجبلية والهواء الطلق في ابها يجذب الكثير من الرياضات والنشاطات الخارجية، وحديثا اصبح يجذب رياضة اليوغا او رياضة التأمل والاسترخاء. طبعا مع الطلب المتزايد والسياحة المتزايدة على هذه المناطق، اصبح ايضا الطلب على هذه النشاطات متزايد، وأصبحت أيضا البرامج السياحية في هذه المنطقة تضم معها برامج لليوغا. طبعا تنضم إلينا بعد قليل مدربة اليوغا هديل لتتحدث معنا عن هذه الرياضة، وهي من أوائل المدربات اللي بدأوا هذا النشاط في الهواء الطلق أيضا.
أهلا بك هديل، بدأتي هذا النشاط، إيش الفكرة اللي جتك أنك تبدأيها في الهواء الطلق؟ الفكرة أول شيء صباح الخير، الفكرة أنه صار في إقبال على السياحة بشكل كبير في منطقة عسير، وكنا حابين نعمل نشاطات رياضية الناس تنبسط فيها، كونه جونا هون كتير حلو بتعرفي جو نظيف إطلالات حلوة، فحبينا نعمل نشاط جديد ونشاط مطلوب فعلا، فبلشنا في ممارسة اليوغا. ولاحظت إنه اليوغا هذه الإقبال عليها أكثر من السياح أم من أهالي المنطقة تحديدا؟ هلأ فعليا نحن بدينا مع السياح، يعني حطيناها ضمن البرامج السياحية لأنه فعليا كانت مطلوبة ضمن هاي البرامج، بس حاليا صاروا يطلبوها ضمن يعني من أهالي المنطقة صاروا يطلبوها برضو لنطلع رحلات سياحية فيها كلاسات يوغا. والأوقات اللي حسيتي إنها اليوغا أفضل وقت لممارسة هذا النشاط هنا في هذه المنطقة؟ طبعاً الأوقات أحياناً بنطلع في هذا الوقت اللي هو وقت الصباح، وقت كتير حلو، بس أغلب الأوقات اللي بنعملها بتكون فترة الغروب، لأنه فترة الغروب عادةً بيكون الجو فيها كتير حلو وبكون عنا يعني نقدر أكتر نعمل تأمل ونحس بالريلاكس وبالاسترخاء أكتر، ففعلياً أغلب كلاسات اليوغا كنا نعملها في هذا الوقت. ولقيتي المناطق اللي يفضلوها لممارسة اليوغا؟ طبعا نحن هنا نتحدث من أعالي جبال السودة، ولكن هل هناك مناطق أخرى يفضلوها السياح لممارسة هذه الرياضة؟ طبعا هلأ في عسير إجمالا المناطق والإطلالات كلها جميلة، كلها يعني مفتوحة وحلو نعمل فيها هذا النشاط الرياضي، ففعليا عم نعملها في السودة، بنعملها بتنومة بالنماص بأغلب مناطق عسير. شكرا لك يا هديل، نعود إليكم مروة وعادل. يعطيك العافية فاطمة، ويعني استمتع بالأجواء الجميلة وأجواء اليوغا، نشوفك في تغطيات أخرى، يعطيك العافية. تعرض اليونان على مواطنيها شبان 150 يورو وباقة انترنت مجانية لهواتفهم المحمولة لمدة شهر، تشجيعا لهم للحصول على أول جرعة من اللقاحات الواقية من فيروس كورونا المستجد. وقال رئيس الوزراء في اجتماع وزاري مع أول جرعة من اللقاح سيحصلون على بطاقة مدفوعة مسبقا قيمتها 150 يورو، إنها دين للشباب، هدية عرفانا لهم. وتشير بيانات حكومية إلى أن ثلث السكان البلغ عددهم 11 مليون نسمة حصلوا على الجرعات الكاملة للوقاية من الفيروس. حقق الجزء التاسع من سلسلة أفلام السرعة والغضب Fast and Furious 9 إنجازاً عالياً على مستوى أرقام الإيرادات، وتخطت أرباحه حاجز 250 دولار عالمياً بعد مرور حوالي 3 أسابيع على طرحه في دور العرض. إيرادات Fast and Furious 9 لم تكن مفاجئة لخبراء الصناعة، ومن المتوقع أن يزيد الرقم خلال الأيام المقبلة بحسب موقع Variety. Performance driver. Who is he? يتوقع أن يكون فيلم The Tomorrow War للمخرج كريس ماكاي أحد أبرز أفلام الصيف، سواء بموازنته البالغة 200 مليون دولار أو بفضل موضوعه المنتمي إلى نوع الخيال العلمي ومشاركة النجم الهوليوودي كريس برات فيه. لكن الفيلم لن ينافس على شباك التذاكر، إذ بيع إلى منصة برايم فيديو التابعة لشركة أمازون لقاء مبلغ ضخم خلال مرحلة الحجر وأقفال دور السينما في California. Welcome to the future. You and your unit are now in 2051. We're everywhere. We are food and they are hungry.
عقد زوجان حفل زفاف ثانيا بعد أن نسي الزوج المصاب بمرض الزهايمر أنه متزوج وطلب الزواج من زوجته مرة أخرى. فقد عقد الزوجان بيتر مارشر وزوجته ليزا حفلا ثانيا وجددا نذور زواجهما أمام العائلة والأصدقاء بعد أن فقد بيتر ذكرياته الرومانسية وحفل زفافهما على الشاطئ عام 2009. يغيب الأمير تشارلز عن مراسم كشف النقاب عن تمثال الأميرة ديانا لأن الحدث قد يجعل مشاعره الدفينة تطفو من جديد ويعيد ذكريات سعيدة وحزينة ومؤسفة وفق ما كشف أحد المصادر. ومن المتوقع أن يضع دوك كامبريدج ودوك ساسكس أي توترات جانبا في الحدث المؤثر يوم الخميس الذي سيقام في قصر كنزنغتون بمناسبة عيد ميلاد والدتهما الستين. فاصل ونعود لمتابعة ما تبقى من صباح العربية. وصلنا إلى آخر فقرات صباح العربية في حلقة اليوم. هذه الفقرة بنستناها ألعاب الخفة التي تخطف الأنفاس وتذهل المشاهدين. تقف خلفها خدع وأسرار بعضها بسيطة وأخرى خطرة للغاية. غير أن الوصول لهذه الخفة التي تخدع الجمهور ليس بالأمر السهل، بل يتطلب براعة خاصة ومهارات تنظيمية عالية. للمزيد ينضم إلينا في الاستديو ضياء كنزر لاعب خفة. خفة ولا الخير؟ مش خفة؟ لاعب خفة. خفة ولا خدع بصرية؟ لا، خدع بصرية وخفة. إذا بيش تحكي يعني موضوع إنه في ماجيك وسحر ومش عارف أبدا. نحب نوضح شيء للناس إنه أي تريك ليه سر دائما وأبدا، يعني خاصة بلعب الخفة. خلينا نبدأ نطبق ونشوف الخدع اللي ممكن هتخدعنا بيها النهارده. نحاول نوريك شيء مختلف. أوكي. أول مرة باش نسويه. مثلا نحب نوري هون للناس اللي أنا عندي يعني أسامي حيوانات. أيوة. أوكي. فما سلحفات، نملة، ضفدع، عنكبوت، عقرب، سرطان، ببغاء، عصفور، أدود، فأر، قرد، أي شيء. أوكي. مثلا نحبك تختار أي حيوان. أوكي. بس قولي ستوب على أي ورقة أنت تحب عليها. مش في راسي. لا، قولي ستوب على اي واحد. ستوب. اوكي، خذي الورق شوفيها. اذا تحب تخليها ولا تغيرها. حلو. اوكي، نايس. عشان عطرت. اوكي، ازي لك. شوف، ركز شنو باش نعمل. انت اخترتي حيوان صح؟ يمكن ناخذ خلي الورقه هيك نوريه للناس. اوكي، موجوده هيك ولا هيك؟ لا، اعدلها. ايوه. دان. اوكي. شوف، دان، شافوها. يلا، طب شنو نخلق الورقه ونخليها هيك. اوكي، ونعمل هيك. شفتها؟ ركز معايا شنو باش نعمل. الشيء اللي باش نسويه انه باش ناخذ الورقه هذه وبس باش نعمل هيك نحطها عندي. اوكي. بس باش نحطها هون ونعمل 1 2 3. هي بس باش تروح الحيوان اللي انت اخترتيه. يمكن تقول شنو اسم الحيوان؟ يمكن تقول اسم الحيوان. ايوه، سمكه. سمكه. ركز معايا، شوف، انا نحكي معك صح. شوف. ايه ده؟ سمكة حقيقية تتحرك صح؟ ايوه. اذا تحب توري للناس هي عايشة ولا ميتة؟ عايشة اكيد. في سهاي. تتحرك. شوف، تتحرك. يلا شوف شوف، خلينا نشوف. شوف، اذا تحب توري للناس اللي سمكة تتحرك صح؟ دلوقتي بتميل. تلعب اكل. لا، كانت تتحرك ووقفت حركة. اوكي، يعني لو اخترتي هدهد لكان خرج هدهد، يعني عادي ما تستغربش. لو عقرب لكن كان في عقرب، ولكن خاف انا من العقرب صراحه. مش كون صريح. اوكي، تو نحب نوريك شيء مختلف شوي. اوكي. مثلا نحب نوري الكروت اللي هون كلهم مختلفين. اوكي. نحبك تخلط الكروت وتاخذ اي ورقه تحب عليها. اي ورقه اخذها؟ صح. اوكي، بقدر احركهم اكيد عشان تكونوا متاكدين. اوكي. يمكن توريها الكاميرا وانا ما نشوفهاش. اوكي.
هالتو دان؟ لا لسه ثانية. أوكي دان؟ يعني حدد جميل. أوكي دان أوكي؟ يس بس افتح يديك أيوة حط الكارت هون بي خلي الكارت عندك تو شنين حبك تعمل عموما أي ماجيشن شنو يسوي ياخد الكارت متاعك يحطها بنصف الكارت هون ويحب يعمل شوية حركات أوكي؟ ولكن أنا باش نحاول نعمل شيء مختلف أسرع أسرع اللي هو باش نحاول نعرف الرقم اللي انت اخترته منك انت اوكي حاول قول الرقم اللي انت اخترتيه في بالك كثير مرات لو اخترتي 7 قول 7 لو 5 قول 5 اوكي بس قول أسرع. الرقم 4 4 4 صح 4 صح صح على 10 يمكن شوف ايوه 4 يعني اي ورقه باش تختارها راني نقدر نعطير الافكار كمان يمكن حتى تاخذ ورقه اذا تحب خلص البرنامج خلص وقتنا للأسف ضياء أنا معك تحت الهواء أكيد يعطيك العافية شوفكم إن شاء الله باكر في أمان قريب.